في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم جعلتك في بطن أمك وغشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم، وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لئلا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئا على يمينك ومتكئا عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فالكبد، وأما الذي عن شمالك فالطحال، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك غيري؟ فلما أن تمد مدتك وأوحيت إلى الملك بالأرحام أن يخرجك، فأخرجك على ريشة من جناحه، لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسعى، فأبعث لك عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان لبنا خالصا حارا في الشتاء وباردا في الصيف، وألقيت محبتك في قلب أبويك فلا يشبعان حتى تشبع ولا يرقدان حتى ترقد، فلما قوي ظهرك واشتد أزرك بارستني بالمعاصي في خلوات ولم تستح مني. ومع هذا إن دعوتني أجبت، وإن سألتني أعطيت، وإن تبت إلي قبلتك. إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف.